قاموا فيها لاحظوا فيها ده زول قروش حقاته وقروش قال انه فيها شبهه بتاعت انها ورثه لكن رغم كده عدموا. الليله الناس يضربوا مليارات الجنيهات ما في زول بيسالوا اتحلل يحللوك يعني كمان التحلل ده يعني هي زي قصه الديوس الزول اللي بيجيبوا ذاك يحلل المرء عشان راجل عريس هي كده يعني بالضبط يعني. فانا بفتكر انه المساله ما فيها يعني دي الخطوره بتاعت انه القوانين او الاشياء اللي بدوا بها من البدايه عشان يجهضوا دوله القانون عشان يجهضوا العداله خلتهم يصلوا لما وصلوا اليه. الثانيه انه بدوا بعد ما فصلوا القضاة بدوا يعينوا قضاة. يعني واحد يكون قاعد في السعوديه له 20 سنه وقرن من القانون نعم لكن ما بيعرف القضاء ده ما ممارسه يعني ما انت مش اي زول يخطوه في البنج بتاع المحكمه هو بيقدر يحكي لا ما في كلام زي انت بتمشي وعشان تحقق العداله وبالتالي حصلت ظلامات كثيره جدا حصلت يعني ظلم شديد جدا وبدت احكام المحكمه العليا تضعف يعني لو بيجيت تقرا في 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 المجله القضائيه بتلقى انه المجله القضائيه اساسا بقت شيء ضعيف. زمان كان في ناس عمر بخيت العوض وناس خلف الله الرشيد ناس مولانا برنات الناس دي كتبوا كلام جميل جدا في القانون لكن اسي لما تقرا بتلقى ما في كلام اي كلام تلقاه اسي. وانا اذكر انه واحد من زملائنا قضاه محكمه العليا مره لقيته في بيت بيكا فسألته قلت له يا اخي الامور كيف؟ قال لي يا اخي والله شوف الدائره تكون انت فيها قاضي من القضاه المدنيين يجي ولادنا شرعيين خدوا الملف كده شوفوا جريمه بتاعت اغتصاب مغتصب ده حرامي ده وسخ ده تافه ده حكمه ما يقدروا يعني فبتبقى المساله بين سالت بتاعت قاعد انت كان وقعتها في زول يعني محكمه العمد بقت تحت العدل اي ثاني جابوا قانون هم سموه قانون السراء الحرام اللي هو هسه بيحللوا به الجماعه بتاع الوالي بتاع الخرطوم. قانون السراء الحرام ده سنه 98 وكان في قانون قبل كده لكن سنه 98 عملوا هو قانون وبموجب هذا القانون مفروض اي شخص يتولى منصب دستوري يعمل اقرار بالذمه بتاعه لما دخل ولما يطلع يقدم الاقرار الثاني.